قلت سبحان الله، يعني المعلومات اللي بتيجي للواحد بتبقى مظبوطه 100% لانها بتيجي من جواهم، من جواهم والله، هم قاعدين كده كل بتوصلني المعلومه. بيبقوا متفقين مثلا ان الفتره اللي جايه هنتكلم في اتجاه معين ضد النادي الاهلي، مش ضد النادي الاهلي، لا انا اسف، عشان نبوظ اللي بيعملوه، عشان نبوظ اللي بيعملوه. هم بيقولوا كده بينهم وبين بعض، فاعمل ايه؟ ارمي كلمتين هنا وارمي كلمتين هنا وارمي كلمتين هنا. وانا الحقيقه بطالب كابتن عبد الحفيظ ان محدش يرد على الكلام ده، احنا موجودين عشان نرد، احنا موجودين في هذه القناه عشان نرد عن اللي بيحصل ونرد على الكلام الفاضي اللي بيتقال. هو صالح جمعه الحقيقه قال لك اصل صالح جمعه عامل مشكله كبيره جدا وبيقول ان هو كذا وان هو كذا وان هو كذا. فصالح جمعه معرفش تويتر لو معاكم يا جماعه تحطوها لنا على الشاشه، طب حطوها لنا على الشاشه لو سمحت. لوضع النقاط على الحروف، مين اللي بيقول الكلام ده؟ صالح جمعه. صالح جمعه اللي هو مين؟ لاعب النادي الاهلي. بيقول ايه بقى؟ لوضع النقاط على الحروف، لم اطلب التحدث الى اي شخص من قبل الجهاز الفني بشأن مشاركتي او تحديد مصيري كما زعم البعض، واعرف جيدا دوري وحدودي كجزء صغير جدا في منظومه كبيره ادين لها بالكثير. سيبكم الكلمتين الاولانيين، ويعني طبعا كلام كله محترم، بس انا بالنسبه لي ومتناسق مع الكلام اللي انا كنت بدات بيه حلقتي النهارده اللي هي جينات البطوله وجينات اللاعب المحترف بتبقى في النادي الاهلي ليه؟ الكلمة الأخيرة دي أو السطر الأخير، السطرين الأخر، أعرف جيدا، أعرف جيدا دوري وحدودي كجزء صغير جدا من منظومة كبيرة أدين لها بالكثير. هو ده الجزء اللي يهمني، اللي فوق ده أنا متأكد منه وعارفه كويس جدا، ولكن سبحان الله الحاجة اللي احنا فكرنا فيها أنا والمجموعة اللي موجودة معانا، يعني محمود سعيد بيقول لي شفت الكابتن صالح جمعه قال ايه؟ قلت له اه طبعا صالح ده كذا، وقعدنا نتناقش في الموضوع. اهم حاجه بالنسبه لنا هي كانت السطرين اللي في الاخر. السطرين اللي في الاخر دول مدرسه، مدرسه تقدر تقول فيهم زي ما انت عايز، تقدر تقول فيهم المقدمه اللي انا قلتها كلها، تقدر تقول فيهم ان ده هو صالح. صالح مش من ابن من ابناء النادي الاهلي بالمناسبه، يعني مش طول عمره قاعد في النادي الاهلي، مش طول عمره متربي في النادي الاهلي، لا، ولكن زي ما قلت لكم دخل كده حس بالجينات، عارف ان اول ما هيخش النادي الاهلي ده في بطوله، عارف ان هو اول ما هيخش النادي الاهلي لازم يحافظ على نفسه، لما طلع بره الموضوع شويه او طلع بره عقله شويه صالح رجع وقال لا انا ازاي الجمهور ده كله واقف في ظهري وانا ما بقاش يعني وانا ما اقعدش او ما اعملش اللي هم عايزينه. موت نفسه في التمرين، هيرجع وهيبقى واحد من افضل اللعيبه في مصر، وتقولوا اسلام قال صالح جمعه ده، لانه صالح جمعه بالفعل هو واحد من افضل اللعيبه اللي الناس كلها مستنيه تشوف صالح جمعه ده بيعمل ايه. مصر كلها بتبقى مستنيه صالح جمعه ده هيعمل ايه، ولكن في بعض الاوقات اللاعب بيبقى اوت اوف مود كده، او يعني عقله مش عارف اوصلها لحضراتكم ازاي، ولكن في النهايه صالح جمعه ده واحد من افضل اللعيبه اللي النادي الاهلي هيستفيد بيها خلال الفتره اللي جايه، وهتقولوا ان احنا قلنا الكلام ده، هتقولوا ان احنا قلنا الكلام ده، لانه انا بروح اتفرج ساعات كده على التمرين من بعيد بصراحه، واقعد اتفرج واشوف بيموت نفسه في التمرين، قاتل نفسه في التمرين، ما بيسهرش، ما بيخرجش كتير، بيخرج طبعا زيه زي اي، في النهايه لاعب كره القدم زيه زي اي بشر في الدنيا، محتاج ان هو يخرج ومحتاج ان هو يشوف صحابه ومحتاج ان هو يتواجد في وسط الناس، فبيخرج وبيروح وبيجي، ولكن بحساب. لما يبقى عنده يوم اجازه ممكن اليوم اللي قبله يسهر شويه، مفيش مشكله، الكلام ده احنا كلنا عارفينه. لكن لما تم استبعاده مثلا من القائمه الافريقيه او لم يقيد افريقيا، ايه اللي حصل؟ طلع قال لك وقال لك انا هفضل زي ما انا وهكمل زي ما انا. سبحان الله، يعني احنا الاسبوع اللي فات بنتكلم مع حضراتكم في خدوا بالكم من الاشاعات اللي بتحصل، وخدوا بالكم من الكلام اللي بيحصل، خدوا بالكم من الكلام اللي هيتقال خلال الفتره اللي جايه، خناقه مش عارف مين مع مين وخناقه مين مع مين، وده هيطلع من عينيه شعاع، وده اصله كان في السجن ودخلوه مش عارف، هتقول هتسمع كلام كتير جدا.